السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحدهم عبارته البسيطة: أنا كل شيء مقفل في وجهي، يعني بمعنى يعني طرق باب الرزق وجده مغلق، ذهب إلى باب الشفاء وجده مغلق، باب الوظيفة وجده مغلق، كل ما يذهب إلى باب من الأبواب يجده مغلق. لذلك قال: أنا كل شيء مقفل مغلق في وجهي. يا ترى من الفتح؟ إن الله سبحانه وتعالى هو الفتح، ومن أسمائه جل في علاه الفتح. قالوا: هو الذي يفتح لعباده أبواب المعرفة، والذي يفتح لهم أبواب العلم، والذي يفتح لهم أبواب الرزق، والذي يفتح لهم أبواب الهداية، والذي يفتح لهم كل ما غلق عليهم من الأبواب من الأمور الحسية والمعنوية، الله هو الذي يفتحها سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح الله سبحانه وتعالى باب من الأبواب فيعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، ويعطي بغير سؤال. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قصة جميلة لأحد الناس. يقول: كان يمر أحدهم في طريق فرأى أم أخرجت ابنها الصغير من الدار وأغلقت الباب وقالت: أنت الذي فعلت كذا وكذا، ورمته خارج الدار وأغلقت الباب. نظر هذا الصغير يمنة ثم نظر يسرى ثم ذهب فلم يجد إلا باب الأم، فرجع إلى الباب ووضع خده على عتبة الباب ونام. انظروا المشهد الآن، تأمل. فأتت هذه الأم بعد قليل وفتحت الباب، فنظرت فإذا بهذا الصغير قد نام على عتبة الباب، فاستلقت عليه وأقبلت عليه تضمه وتقبله وتقول: أنت الذي فعلت كذا وكذا، أنت الذي فعلت كذا وكذا، وأخذته إلى حضنها وأدخلته البيت وأغلقت الباب. قال: سبحان الله، لو وقفنا على باب الله سبحانه وتعالى كما وقف هذا الطفل لم فتح الباب. لو وقفت على كل باب مغلق من أبواب التي تظن أنها مغلقة لفتح لك الله سبحانه وتعالى. الله أرحم بنا من هذه الأم. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير جل في علاه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح كل باب مغلق. لذلك إلزم الباب، قف على الباب، ابكي على الباب، نام على الباب حتى يفتح، لأنه كريم سبحانه وتعالى، لأنه رحيم جل في علاه، وسوف يفتح لك كل ما أغلق عليك من الأبواب. ولا تستعجل، هناك أبواب كثيرة مغلقة، لكن كيف تفتح كل هذه الأبواب؟ هناك عملين هما أساس فتح كل باب. ما هما يا ترى؟ أولا الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كثير من الناس يشتكي، كثير من الناس يقول الأبواب ليست مفتوحة، كثير من الناس يريد أن تفتح له أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب الهداية وأبواب النور وهو لا يصلي. لن تفتح الأبواب إلا بالصلاة. أعظم ما شرع الله لك هو الصلاة. ماذا يوجد لدينا إلا من نصلي؟ الصلاة الصلاة، والصلاة التي أمر بها سبحانه وتعالى. لذلك أرجوك، أعظم ركن من أركان السعادة، من أركان الحياة، من أركان فتح الأبواب هي الصلاة. إذا لم تكن الصلاة في حياتك فكثير من الأبواب سوف تظل مغلقة، لن تفتح إلا بالصلاة، لن تفتح إلا إذا اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة تمتص الصدمات، الصلاة تريح. يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. والصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أمر الله به: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا التوقيت أتى من المولى جل في علاه، كيف أغيره أنا وأنت كيف نشاء؟ كيف نؤخر أو نقدم بهوانا؟ لا، هذا التوقيت من الله، الله يريدها في هذا المكان وفي هذا الوقت. لذلك لن ترتاح ولن تستفيد بالصلاة إلا في وقتها كما أمر سبحانه وتعالى. لذلك إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبيعته لديه مخاوف، لديه قلق، لديه هموم، لديه أوجاع، يشتكي في الأزمات وفي الأوقات الرخاء، لا يسارع إلى الخير. لماذا؟ لأنه لا يصلي. ثم قال: إلا المصلين. ثم ربط الصلاة بعمل، قال: الذين هم على صلاتهم دائمون، لا ينقطع عن الصلاة، دائما يصلي، دائما يسارع إلى الصلاة. إذن فالركن الأول من فتح الأبواب والسعادة والحياة هي الصلاة. الصلاة الصلاة، أرجوك، الصلاة هي مفتاح كل أمر في حياتك حتى تفتح الأبواب، حتى تفتح الأبواب المغلقة عليك. ثانيا الوالد والوالدة. الوالدة والوالد هما الركنان الآخر من أركان السعادة، من أركان الحياة. لن تفتح الأبواب إلا بهذا العمل، إلا برضا الوالدة والوالد. لن يرضى الله، انظر، لن يرضى الله حتى ترضى الوالدة ويرضى الوالد. تصلي لكن هذا الجانب كذلك مفقود عندك، لن تفتح الأبواب، لن تمضي الحياة، لن تأتي السعادة. تبر الوالد والوالدة، تقوم على طاعتهما، لكن الصلاة مفقودة، لن تستوي الأمور، لن يستوي الحال. لا بد أن تجمع هذين الأمرين. يوصي الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وصية مباشرة
لكل إنسان، ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان 3 مرات في القرآن لم تأتي ووصينا وصية مباشرة من رب العزة والجلال إلا للوالدة وللوالد. لا بد أن تتغير العلاقة مع الوالدة، لا بد أن تتغير العلاقة مع الوالد. لماذا؟ حتى نستجلب رضا الله سبحانه وتعالى. أرجوك من اليوم نغير العلاقة، أرجوك من اليوم نبدأ رحلة من الخضوع معهم، من الخضوع لهم، من الذل عند الوالد والوالدة. البعض يظهر قوته وعظمته عند الوالد وعند الوالدة، لا، هنا تبين ضعفك، هنا تبين حاجتك، هنا تبين أنك مسكين. لماذا؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا، وانتظرونا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.